أولاد الناس لريم بسيوني. أولاد الناس المماليك الحكاية الأولى. الموت لا يغفر الذنوب بل يعجل بالحساب. الصبر واجب في أوقات البلاء. الندم عادة غير مدن، والمحن تحتاج إلى عقل مدبر وسريع الفهم والتأقلم. المعرفة أهم من المال، القوة في الفهم وليس في السيف. إذا صارت حياتنا كما نريد بالضبط، فأين الابتلاء؟ وسيبقى الإنسان دوماً يحارب ميل النفس ويصارعها. الوسواس يدخل النفس بلا استئذان. إن قول الحق يستحق المجازفة. للظلم أياما يطفو فيها على السطح ثم ينهزم. وأفضل أنواع القتال هو القتال من أجل سلطان النفس وليس سلطان البلاد، فسلطان النفس غوايته تدغدغ الروح وتشبعها. للروح القوية رونقها الخاص واحترامها من العدو قبل الصديق. الوحدة هي رفيقة اليأس وعاشقته. التفكير المرتب السليم يؤدي دائما إلى نتائج إيجابية. للإدراك يوم وميعاد مثله مثل الموت والميلاد. إن الحياة لا تعطي الاختيار وإن القوة هي المنتصر دائما. لليأس جرأة.
كسر النفس جائز، ولكن فرض الحب عليها مستحيل. أمام القوة والمال الناس سواسية وضعاف. العدل كالطوفان يزيح الفوضى ويغرق الفتن. لا تجعل أحدا يحبطك أو يقتل خيالك. أجمل شيء يا بني أن تتعلم أن تحب نفسك كما هي، ولا تحاول أن تغيرها لترضي أحداً.